أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم ساتت أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، تكاثرت كمية من الغيوم الركامية الرعدية وهطل الزخات من الأمطار، بينما ساتت أجواء شديدة الحرارة في باقي مناطق المملكة. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. درجات الحرارة تبقى مرتفعة وعالية جدا خاصة في المنطقة الشرقية، حيث تكون درجة الحرارة بين منتصف وأواخر 40 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة أكثر اعتدالا في المنطقة الجنوبية الغربية. يوم السبت درجات الحرارة تسجل المزيد من الارتفاع خاصة في المنطقة الشرقية كما ذكرنا، ربما تلامس 50 درجة مئوية في المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية، أجزاء من حفر الباطن وأيضا أجزاء محدودة من منطقة الإحساء. يوم الأحد أيضا لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة مرتفعة بشكل كبير، درجات الحرارة خمسينية ستكون في المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية، أيضا المنطقة الإحساء تكون أيضا مرتفعة في عموم المنطقة الشمالية، أيضا المنطقة الوسطى والأجزاء المنخفضة من منطقة مكة المكرمة وهامة مكة تحديدا، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية وأيضا مرتفعات منطقة تبوك. يوم الاثنين أيضا تستمر درجات الحرارة خمسينية في أجزاء من المنطقة الشرقية وحفر الباطن والإحساء، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة في باقي مناطق المملكة أكثر اعتدالا في المناطق الجبلية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاثة أيام القادمة. يوم السبت 43 إلى 30 درجة مئوية، يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة 44 إلى 30، ويوم الاثنين المزيد من الارتفاع 45 إلى 31 درجة مئوية. نذهب الآن وإياكم لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية. اليوم غد نبدأ بالمنطقة الشمالية، تبوك 39 إلى 26 درجة مئوية، سكاكا 44 إلى 30، وعرعر 45 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 45 إلى 31، جدة 35 إلى 30، مكة المكرمة رياح نشطة مع 44 إلى 30، والطائف أتربة مثارة مع 35 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، أحوال جوية غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار في الباحة 31 إلى 21، نفس الأجواء والحرارات تقريبا في مدينة أبها، أما جازان تفرق لبعض الغيوم 38 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 43 إلى 29، حفر الباطن 47 إلى 31، والإحساء 47 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 43 إلى 30، بريدة 44 إلى 31، وحائل 42 إلى 31 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.